اهلا بكم بهاتريك إلتون. في الاسبوع الماضي من الدوري السعودي اصبح لدينا 6 لاعبين سجلوا الهاتريك، لكن ما هو الهاتريك ولماذا سمي بهذا الاسم؟ طفر الله المؤذن. كثيرا ما يتردد مصطلح هاتريك عندما يسجل لاعب 3 اهداف في مباراة واحدة، وربما يجهل الكثيرون مصدر هذه التسمية. المصطلح مأخوذ من اللغة الإنجليزية وترجمته الحرفية حركة القبعة. وبالعودة إلى التاريخ، فإن أول استعمال للعبارة وقع سنة 1878 حين قام لاعب كريكت يدعى ستيفنسون برفع قبعته عندما سجل 3 نقاط متتالية في مباراة دولية قاد بها بلاده للفوز على فرنسا، ليصبح الأمر بعد ذلك عادة لدى لاعبي الإنجليز. ويستعمل المصطلح في رياضات أخرى، في كرة القدم مثلا هو أشهر من نار على علم. وتقول مصادر أخرى أن أول استعمال للعبارة بدأ قبل ذلك، أي في سنة 1875 عندما قام اللاعب روم لايت برفع قبعته احتراما لملكة إنجلترا فيكتوريا بعد مباراة جمعت فريقه بيرمنغهام بفريق شيفيلد في نهائي كأس إنجلترا. عبر تاريخ كأس العالم تعتبر ثلاثية جيف هيرست في مرمى ألمانيا في نهائي عام 1966 هي الأشهر، من بينها هدفه الذي أثار جدلا كبيرا في تاريخ كأس العالم. ويبقى هيرست هو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في نهائي المونديال. وهناك هاتريك آخر أحرزه الإيطالي باولو روسي في مونديال 82 بإسبانيا في مرمى البرازيل، قاد به فريقه للفوز بكأس العالم في تلك النسخة. ويطلق لقب سوبر هاتريك على اللاعب الذي يحقق 4 أهداف في مباراة واحدة. ظفر الله المؤذن، العربية. طبعا ترتيب الهاتريك السداسي بحسب زمنها قدر تسجيلها، ويتصدرها ليال اللاعب الأهلي، سجلها في ربع ساعة فقط، هاتريك في ربع ساعة. هذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين. قدم عبد العزيز السعران لاعب الفيصلي الحالي النصر والشباب السابقين شكوى ضد إدارة ناديه السابق النصر لدى إحدى مراكز الشرطة في الرياض، وأشارت العربية نت أن الشكوى جاءت بسبب تسلم السعران شيكا بدون رصيد بقيمة 1,000,000 ريال. نفى إسماعيل هاشم إداري نادي الجيش القطري لكرة القدم وجود مفاوضات مع لورجياني كارينيو مدرب النصر الحالي، وأكد هاشم في تصريحات نقلتها العربية نت أن عقد التونسي نبيل معلول مدرب الفريق الحالي سار وينتهي نهاية الموسم المقبل. امتدح المدرب الأرجنتيني العالمي مارسيلو بيلسا اللاعبين السعوديين، وأكد مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق في مؤتمر صحفي عقده أو عقد بعد الانتهاء من البرنامج التكويني المهني للاعبي كرة القدم المحترفين الذي عقد اليوم في الرياض، أكد تلقيه عرضا للعمل في السعودية في فترة سابقة. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مسابقة لتصميم شعاره الجديد وفقا لشروط وضوابط حددها في بيان صحفي. كشف حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي عن وجود مفاوضات بين الاتحاد القاري وشركة WSG وقنوات بي إن سبورت لإنهاء الاحتكار للبطولات الآسيوية التي تمتلكها الآخرة. المدلج أدلى بهذه التصريحات اليوم أو الثلاثاء لصحيفة الاتحاد الإماراتية. للمرة 24 في تاريخه توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه هيرتا برلين 3-1 ضمن المرحلة 27. منطقيا هو البطل، حسابيا بقي نقطة قد لا يحتاجها أيضا. بالروح الرياضية يفترض أن نقول مبروك الثنائية إلى الأصفر. لقطة ختام بلمسات بلال أنصاري، وأنا ألقاكم.